في داعي انك تجي معي هالمره كمان. فهمت يا امي، كم مره صرتي عائلتي لي. تفضل. يا اهلا وسهلا. مرحبا. كيف؟ مرحبا، انا منيح، انتو كيفكم؟ الحقيقه انا كنت بفضل انه احكي معك لحالي. تولين خانم، انا بفضل بهالوضع هاد انه بنت كلارا تكون موجوده معنا هون. بس يا استاذ، بنتي احترق قلبها بما فيه الكفايه لما شافت هالشيء قدامها، وانا بصراحه ما رح اسمح انه تتعذب اكثر من هيك. امي لو سمحتي، انا مالي صغيره. لشوف لوين وصلنا. عندك شي علم مسبق بخصوص الطلبات اللي طلبها زوجك؟ طلبات شو؟ شو اللي ممكن يطلبوا مني حضرته وانا ما طلبت منه قرش واحد؟ هو طالب منك نص كل شي بتملكيه انتي. يعني بفهم من كلامك انه حسب القانون هذا الشي من حقه، رح ياخد نص يلي كسبته من تعبي وعرق جبيني وكل شي كسبته طول 20 سنة، ما هيك؟ هلأ هي مكافأته على الحقارة اللي عملها معنا؟ وأنا هادي اللي كنت عم حاول وصل لك إياه، لأن أي شخصين بعد زواجهم بحق لهم بالقانون يتشاركوا بكلمة أخيلهم، وهالشي بينطبق عليكي كمان. بس يا أستاذ، أمي ما عم تطلب شي، ما بدنا أي شي منه بالمرة. إذن ما في قدامنا غير نستفيد من بنتك كشاي. لا، ما بدي دخل بنتي بالنص. أمي لارا، لا يعطيك العافية. الله يعافيك.